فما هو الداعي أو الباعث إلى الكلام في هذه القضية من المقبلين على العلم في بداية الطلب؟ يبدأ الآن يقرأ من كل قطر فن ومن كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ ومن علم إلى علم 5 أعوام 10 أعوام قرأ كثيرا، بالنهاية تأتي إليه تجد هذا طالب العلم عنده القليل مطالعة كثيرة وعنده القليل من العلم، فهذا أقدم أقداما مبالغا فيه فاستفاد فائدة قليلة. ما السبب؟ الآن سأذكر ما السبب. والشخص الثاني أحجم عن المطالعة وحبس نفسه في كتب معينة، جاء بمتن أو جاء بكتاب وعاش عليه سنوات، فهذا أحجم عن المطالعة. فهذا الإنسان الذي قرأ الكتاب تجد في بعض الأحيان في بعض العلوم ألف 100 كتاب أو أكثر، هذا العقل شارك في هذا العلم وهذا العقل شارك في هذا العلم وهذا العقل شارك في هذا العلم، عقول كثيرة اجتهدت في هذا العلم، وضعوا قواعده ضوابطه أصوله أدلته مبادئه مقاصده خواتيمه. فعندما تقرأ كل هذه الكتب تستفيد من 100 عقل، فإذا بقيت في الكتاب الأول خسرت كل هذه الجهود، ممكن يكون عمر هذه الجهود 1000 عام. فالذي أحجم عن المطالعة خسر سنوات من أعمار العقلاء والعلماء والمؤلفات، ومن طالع 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 دون أن يضبط نفسه بمتن أو أصل ويبني عليه ما جمع إلا القليل من هذه المطالعة. فلا بد أن يكون هناك ضابط أو قاعدة للذي يطلب العلم، بماذا يقدم وبماذا يحجم.